إنه لمن الجيد أن أرى العديد من الأمثلة على شيء ما حتى أقوم بحلها، وبالتالي لن يكون من الصعب علي أن أحل المزيد من أمثلة الصيغة العلمية. إذن سأكتب مجموعة من الأعداد ومن ثم سأكتبهم بالصيغة العلمية، وأتمنى أن ما سأقوم به سيغطي جميع الحالات التي يمكن أن تصادفكم. وفي نهاية هذا العرض سنقوم بإجراء منافسة حتى أتأكد من أننا تمكننا من الصيغة العلمية. دعوني أكتب مجموعة أعداد 0.00852، هذا العدد الأول. العدد الثاني هو 7 تريليون و12 بليون، إذن 7012000000000. سأوقف الأصفار بشكل اعتباطي. العدد التالي هو 0.00000000. علي أن أرسم المزيد. إنه الأمر مزعج أن أستمر بكتابة الأصفار. ثم 500 هنا، 500 وفاصلة عشرية هنا. العدد التالي الذي سأكتبه هو 723، 723، والتالي هو لدي الحديد من الرقم 7 هنا. دعوني أقول 0.6 أو 6 بالعشرة. ثم دعوني أكتب واحدا آخر حتى أتأكد من أننا قمنا بتغطية جميع الأساسات. دعونا نقول أن 823، ودعونا نضع بعضا من الأصفار هنا. إذن أول عدد هنا، ماذا نفعل إذا أردنا أن نكتب بالصيغة العلمية؟ أي سنجد أكبر أس للعدد 10 والذي يتلاءم معه. فإذا انتقلنا إلى أول عبارة غير صفرية، أي هذه العبارة، نقوم الآن بعد كم منزلة موجودة على يمين الفاصلة العشرية. لدينا 1 2 3، وستساوي هذا، أي يساوي 8، هذا الموجود هنا، 0.52. إذن كل شيء بعد هذه العبارة سيكون وراء الفاصلة العشرية. إذن 8.52 × 10 للقوة. عدد العبارات هنا 1 2 3، أي 10 للقوة ناقص 3. ونستطيع أن نفكر في ذلك بطريقة أخرى، هذا أكثر بقليل، أو هذا يعادل 8.5 بالآلاف. إذا لدينا 8.5 منهم. دعونا نقوم بحل هذا لنرى كم صفرا لدينا. لدينا 3 6 9 12 صفرا. إذا نريد أن مرة أخرى سنبدأ بأكبر عبارة لدينا، أكبر عبارة غير صفرية. في هذه الحالة ستكون كل هذه العبارة هكذا إلى اليسار، هذه 7 ستصبح 7.012 وتساوي 7.012 × 10 مرفوعة للعبارات. حسنا، ستكون ضرب 10 للقوة 1 بالإضافة إلى كل هذه الأصفار. كم عددها؟ لدينا 1 هنا، ثم لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفرا. أريد أن أكون واضحة، نحن لسنا نعد الأصفار فقط، بل نقوم بعد كل شيء بعد أول عبارة هنا. إذن يساوي 1 يليه 12 صفرا. إذن العدد مضروبا ب10 للقوة 12 هكذا، ليس صعبا. دعونا نقوم بحل هذا، نذهب وراء الفاصلة العشرية ونجد أول عدد غير صفري، إنه 5.
ولا يوجد شيء على يمينه، إذن هو عبارة عن 5.00، هذا إذا أردنا أن نضفي بعض الدقة إليه، لكنه 5 ضرب، ومن ثم كم عددا على اليمين أو وراء الفاصلة العشرية لدينا؟ لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وعلينا أن نضيف هذا 14، إذن 5 ضرب 10 للقوة ناقص 14. الآن هذا العدد ربما سيكون من الصعب أن تكتبه بالصيغة العلمية، لكن ليس خطأ أن تكتسب الخبرة. ما هي أكبر 10 يمكن أن تقسم عليه؟ حسناً، 100 يمكن أن تقسم عليه، ويمكن أن تجد 100 أو 10^2 عن طريق أن تقول حسناً هذه هي أكبر عبارة، ومن ثم لدينا 1 2 0 وراءها، لأننا يمكن أن نقول أن 100 تقسم على 723، إذن هذه تساوي 7.23 ضرب. يمكن أن نقول ضرب 100، لكن نريد بالصيغة العلمية، إذا نكتب بصورة 10^2. الآن لدينا هذا العدد، ما هي أول عبارة غير صفرية؟ هذه هي، بالتالي سيكون 6 ضرب. ثم كم عبارة لدينا على يمين الفاصلة العشرية؟ لدينا 1 فقط، إذا ضرب 10^-1، وهذا منطقي لأنها تساوي 6 تقسيم 10، ذلك لأن 10^-1 عبارة عن 1/10، بالتالي يساوي 6 بالعشرة. مثال آخر، دعوني أضع بعضا من الفواصل هنا حتى أجعله مريحا للنظر. إذا دعونا نأخذ أكبر قيمة لدينا، هنا لدينا 8، سيكون 8.23، وليس علينا أن نضيف الباقي لأنه مجرد أصفار، إذا ضرب 10^ نقوم بعد كم عبارة موجودة بعد 8؟ لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا 8.23 ضرب 10^10. أعتقد أنك فهمت الفكرة الآن، إنها مباشرة وأكثر من مجرد حساب هذا، حيث أنها مهارة جيدة بحد ذاتها. أريدكم أن تفهموا تفسير هذه الحالة، وأتمنى أن آخر عرض سيقوم بتوضيحها، وإن لم يكن كذلك فقط أضرب هذا، أي قم بضرب 8.23 ضرب 10^10، وستحصل على هذا العدد. وربما أنك ستحاول القيام بها باستخدام الأصفار من 10^10، ربما 10^5، وستحصل على عدد مختلف سيكون مكونا من 5 منازل بعد 8. لكن على أي حال، دعوني أقوم بحل المزيد من الأمثلة. دعونا نقول أن لدينا الأعداد، دعوني أضع عددا صغيرا جدا، 0.00006 4، ودعوني أحصل على عدد كبير، لنفترض أن لدينا ذلك العدد وأريد أن أضربه، سأضربه ب، دعوني أفترض أن لدي عدد كبير جدا 32، وسأضع مجموعة أصفار هنا، ولا أعلم متى سأتوقف، سأتوقف هنا. إذا هذا يمكن ضربه لكنه صعب قليلا، لكن دعونا نكتبه بالصيغة العلمية. سأمثل هذه الأعداد بطريقة سهلة، ومن ثم أتمنى أنك سترى أن عملية الضرب ستكون أبسط. إذا هذا كيف يمكن أن نكتبه؟ بالصيغة العلمية سيكون 6.4 ضرب 10 مرفوعة لأي قوة؟ 1 2 3 4 5 6، وعلي أن أضيف 6، إذا 10^-6. وكيف يمكن أن نكتب هذا العدد؟ سيكون 3.2
3.2 ومن ثم نقوم بعد المنازل بعد 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذن 3.2 × 10 للقوة 11. فإذا قمنا بضرب هذان العددان سيكون الناتج 6. دعوني أكتبه بلون مختلف. 6.4 × 10^-6 ضرب 3.2 × 10^11. وكما رأينا في العرض الأخير إنه يساوي 6.4 × 3.2. أنا فقط أقوم بتغيير الترتيب. 10^-6 / 10^11. والآن كم يساوي الناتج؟ حسنا، لا أريد استخدام الآلة الحاسبة حتى أجد الناتج، دعونا نقوم بحسابها. 6.4 × 3.2. دعونا نهمل الفواصل العشرية الآن وسنضيفها في النهاية. إذن 2 × 4 = 8، 2 × 6 = 12، ونضع 1 في اليد فنحصل على 128، نضع صفرا هنا. 3 × 4 = 12، نضع 1 في اليد. 3 × 6 = 18، حصلنا على 1 هنا، إذن لدينا الناتج 19، أليس كذلك؟ نعم، نقوم بعملية الجمع الآن. 8 + 0 + 1 + 1 = 2. الآن علينا أن نحسب الأعداد التي تقع وراء الفاصلة العشرية. 1 عدد هنا و2 لدينا، إذن عددا وراء الفاصلة العشرية. قمنا بالعد 1 2، إذن 6.4 × 3.2 يساوي 20.48. ضرب هنا 10، لدينا الأساس نفسه، بالتالي يمكننا جمع الأسس. ما ناتج -6 + 11 يساوي 10^5، صحيح؟ نعم، -6 + 11 يساوي 10^5. إذن السؤال التالي، ربما ستقول لقد انتهينا، وبالفعل نحن كذلك وهذا العدد مقبول، لكن السؤال التالي، هل هذا مكتوب بالصيغة العلمية؟ وإذا أردت أن تكون شديد الدقة في هذا فإنه ليس بالصيغة العلمية، لأن لدينا عددا ربما يمكن تبسيطه لأكثر من ذلك. يمكن أن نكتب هذا، دعوني أستخدم هذه الطريقة، دعوني أقسم على 10، أي عدد يمكننا أن نضربه ونقسمه على 10. إذن يمكن أن نعيد الكتابة بهذه الطريقة، يمكن أن نكتب 1 على 10 إلى هذا الجانب، ومن ثم نضرب ب10 على هذا الجانب، أليس كذلك؟ وهذا لا يغير من قيمة العدد، نقسم على 10 ونضرب ب10، وهذا كالضرب ب1 أو القسمة على 1. فإذا قسمت هذا الجانب على 10 ستحصل على 2.048. نضرب هذا الجانب ب10 ونحصل على 10^10. حسنا، 10 تعني 10^1، يمكننا إضافة الأسس 10^6. والآن إذا كنا دقيقين في هذا فقد حصلنا على صيغة علمية جيدة هنا. إذن الآن لقد أنهينا عدة عمليات ضرب، دعونا نقوم بالقسمة. دعونا نقسم هذا العدد على ذاك، فإذا كان لدينا 3.2 × 10^11، تقسيم 6.4 × 10^-6 كم يساوي هذا؟ حسنا، هذا يساوي 3.2 × 6.4، يمكننا أن نفصلهم لأن هذه خاصية التجميع. إذن هذا ضرب
عشرة للقوة أحد عشر على عشرة القوة ناقص ستة، صحيح؟ إذا قمنا بضرب هذان العددان سنحصل على هذا الناتج 3.2 على 6.4 يساوي نصف، صحيح؟ 32 تساوي نصف 64، أو أن 3.2 عبارة عن نصف 6.4، إذن هذا يساوي نصف. وما هذا؟ هذا 10 للقوة 11 تقسيم 10 للقوة ناقص 6. إذن عندما يكون لدينا عدد في المقام، عندما يمكننا أن نكتب بهذه الطريقة، هذا يساوي 10 للقوة 11 على 10 للقوة ناقص 6، ويساوي 10 للقوة 11 ضرب 10 للقوة ناقص 6 الكل ناقص 1، أو هذا يساوي 10 للقوة 11 ضرب 10 للقوة 6. ما الذي قمت به هنا؟ هذا عبارة عن 1 على 10 للقوة ناقص 6، إذن 1 على عدد ما يساوي هذا العدد مرفوع للقوة ناقص 1، ومن ثم نضرب الأسس. يمكنك أن تفكر بها بهذه الطريقة، وبالتالي ستساوي 10 للقوة 17، أو لنفكر به بطريقة أخرى، إذا كان لدينا الأساس نفسه وهو 10 ونقوم بقسمتهم، إذا نأخذ الأس في البسط ونطرح منه الأس في المقام، إذا تساوي 11 ناقص ناقص 6، أي تصبح 11 زائد 6 ويساوي 17، إذا انتهت عملية القسمة بالناتج. نصف نصف ضرب 10 للقوة 17، وهو الناتج الصحيح. لكن إذا أردت أن تكون أكثر دقة وتكتبه بالصيغة العلمية، فنزيد عددا ما ربما أكبر من هذا، والطريقة التي سنتبعها للقيام بذلك، دعونا نضربه بعشرة على هذا الجانب ونقسم على عشرة على هذا الجانب، أو أن نضرب بواحد على عشرة. وتذكر نحن لا نغير من قيمة العدد إذا قمنا بالضرب بعشرة وقسمنا على عشرة، بل نكتب الناتج باستخدام أجزاء مختلفة. إذا هذا الجانب يصبح خمسة، سأكتب باللون الوردي، خمسة عشرة ضرب نصف يساوي خمسة، وضرب عشرة للقوة 17 تقسيم عشرة، هذا يساوي عشرة للقوة 17 ضرب عشرة للقوة ناقص واحد، أليس كذلك؟ هذه عشرة للقوة ناقص واحد، إذن يساوي عشرة للقوة 16، وهذا هو الناتج عندما نقسم هذان العددان هنا. أتمنى أن هذه الأمثلة قد عملت على سد الفجوات التي لها علاقة بالصيغة العلمية.